إيمانا بما تمثله وثيقة الشرف القبلية من أهمية في مواجهة العدوان الغاشم، وتواصلا للزخم الشعبي لدعم الحملة المليونية للتوقيع على وثيقة الشرف في عموم محافظات الجمهورية. إلى التفاصيل. بهدف الحفاظ على الثوابت الوطنية واستشعارا منها بمسؤولية حماية الوطن والدفاع عنه، تتواصل فعاليات التوقيع على وثيقة الشرف القبلية بإقبال غير مسبوق من أبناء القبائل، حيث توافد اليوم أبناء ومشائخ ووجهاء سنحان للتوقيع على وثيقة الشرف القبلية لترسيخ المبادئ والثوابت الوطنية. نحن أبناء قبيلة سنحان نقول للسيد عبد الملك امضي بنا البحر، ونحن من جيش القبائل اليمنية، فلم تروح دماء أبناء قبيلة سنحة ولا مقدراتها التي دمرها آل زلول ومن حالفهم، وإننا على الدرب سائروا وعلى نهج الشهداء. من يصدع غزو اليمن من أباه، من يصدع غزو اليمن من أباه، لا بد أن نحمي حماه. أرض اليمن ما هو مقر للعملاء واللصوص والغزاة، بل هو مقابر من غزاها، بلاد فيها القبر مفتوح لكل من حاول عزاه. ماذا تريد آل سعود أن تراه إلا عزاها؟ وأكد الموقعون أن القتل والدمار الذي يرتكبه العدوان السعودي لن يزيدهم إلا إصرارا، بأن القرار الوحيد لن يكون إلا لليمنيين وحدهم، وأن أرض اليمن أصل العروبة ومهد الحضارات. القبيلة هي أصل اليمن، والقبيلة هي من اليمن وإلى اليمن، فأنصح وأدعو رجال العرب وأبناء القبائل أن يحافظوا على أصلهم، لأن أصلهم من اليمن وعروبتهم من اليمن ورجلتهم من اليمن وشهامتهم من اليمن وقبيلتهم من اليمن، فيحافظوا عليها ويدعوا زعماءهم وينبذوهم نبذ الكلاب. ها هم قبائل اليمن يتوافدون من كل حدب وصوب للتوقيع على وثيقة الشرف القبلية لتعزيز وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار ومواجهة العدوان الخارجي وحماية الوطن ومقدراته، مشيرين إلى أن التفاعل مع الحملة واجب وطني يسهم في توحيد الصفوف وجمع الكلمة وتماسك المجتمع وتعزيز دور القبيلة في مواجهة التحديات.